بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلتقي في حل مجموعة أخرى من المسائل لضيق الوقت. التايبنج شوية بأخذ وقت، فأنا كتبت في خط إيدي وصورتها، فإن شاء الله تكون الأمور مقروءة بالنسبة لكم. ففي عنا مجموعة أخرى من المسائل، ثلاث مسائل اليوم محلولة إن شاء الله. المسألة الأولى، وطبعا جميعها متعلقة بالخواص الكهربائية للمواد. المسألة الأولى والثانية عن الميتلز، والمسألة الثالثة عن السيمي كوندكترز. ففي السؤال الأول، calculate the mobility of an electron in copper. مطلوب إيجاد ميو الموبيليتي للإلكترونات في النحاس. طبعا النحاس يصنف على أنه مادة موصلة، ناقلات الشحنة فيه هي فقط الإلكترونات، وبالتالي مطلوب إيجاد الموبيليتي لهذه الإلكترونات. طبعا في معلومات بنيوية structural data مطلوبة لحل مثل هذا النوع من الأسئلة، وهي اللاتس باراميتر للكبر، هذه قيمته 3.62 في 10 قوة ناقص 8 سنتيمتر. واللاتس باراميتر معناه الآن عندنا المادة الصلبة البلورية، هي مادة ذراتها مرتبة على مسافات متساوية في فضاء ثلاثي الأبعاد. كون هذه المادة مرتبة ترتيب دوري، فمن المفيد أنه نأخذ يونت سيل من هذه المادة. خليني أفتح على البوينتر، نأخذ يونت سيل من هذه المادة. فإذا تم دراسة يونت سيل وكأننا درسنا المادة بشكل عام، لأن الأمور عمالها تتكرر. فاللاتس باراميتر هو هذه المسافة الفاصلة ما بين ذرتين باليونت سيل، اللي هي بتكون على شكل مكعب. ايضا في معلومات اخرى بنيويه، انه هذا الكبر يحتوي على اربع ذرات في كل خليه. الخليه الواحده تحتوي على اربع ذرات من النحاس. طبعا احنا بنتحدث عن الموبيليتي للتشارج كارير في الميتال، وهو الالكترون، وبالتالي شحنه الالكترون مقدارها 1.6 في 10 قوه ناقص 19. والكوندكتيفيتي لهذا النحاس 5.98 في 10 قوة 5 أوم سنتيمتر تو ماينس 1. هذه معلومات أو معطيات لهذا السؤال. طبعا لما بدنا نحسب عدد الإلكترونات المحتوى في وحدة الحجم، بهمنا معلومة عدد الإلكترونات في اليونت سيل، في عدد إلكترونات التكافؤ للعنصر اللي احنا بصدد معالجته. واحنا بنحكي عن النحاس في آخر غلاف بيحتوي على إلكترون، وبالتالي عدد إلكترونات التكافؤ هو إلكترون واحد مقسوم على حجم اليونت سيل. حجم اليونت سيل هو اللاتس باراميتر تكعيب، لأنه احنا حكينا أن اللاتس بتكون على شكل مكعب، فهذا الحجم نأخذ اللاتس باراميتر تكعيب. فإذا ما قسمنا هذه المعلومات اللي هي عدد الذرات المحتوى في السل الواحد، في عدد إلكترونات التكافؤ، على حجم الخلية الواحدة، فبيطلع معنا 8.46 في 10 قوة 22 إلكترون لكل سنتيمتر مكعب، وهذا عدد مهول ومتوقع بالنسبة للمادة الموصلة. الآن المطلوب إيجاد ميو. العلاقة ما بين سيجما وميو هي هذه العلاقة، سبق وشفناها. سيجما تساوي N في Q أو E، رمزنا لها ما في مشكلة، في ميو E. سيجما given هي موجودة هنا، وإن أوجدناها من هذه العلاقة، وسيجما أيضا، وكيو جيفن.
فمن هذه العلاقة بنوجد ميو اي سيجما على ان في كيو تطلع 44.5 سنتيمتر تربيع على فولت سكند. فالجديد في هذه المسألة انه كيف نحسب عدد الإلكترونات المحتوى في وحدة الخلية بالنسبة للمادة الصلبة البلورية. هذه هي الفكرة الجديدة، أما ما تبقى فهو تطبيق مباشر. ننتقل على السؤال الثاني. A current density، والcurrent density يرمز لها بالرمز J، وعلاقتها مع التيار هي التيار على الكروس سكشنال اريا. فا current density of 100 امبير لكل سنتيمتر مربع is applied to a gold wire. اذا في عندنا سلك من الذهب اللينث له 50 متر، و the resistance of the wire is found to be 2 ohms. مقاومة هذا السلك اللي طوله 50 متر من الذهب مقاومته 2 اوم، وكثافة التيار المطبقة على هذا السلك 100 امبير لكل سنتيمتر مربع. المطلوب ايجاد كالكوليت دياميتر اوف ذا وير، المطلوب ايجاد قطر هذا السلك and the applied voltage to the wire، والفولتية المطبقة على هذا السلك. طبعا السلك يعني بيكون على شكل اسطواني مقطعه دائري، ففي علاقة بتربط ما بين الريزيستنس والريزيستيفيتي من خلال اللينث اوف ذا واير اند ذا كروس سكشنال اريا. رو تساوي رو، ار تساوي رو في ال اوفر اي، و since انه the cross sectional area of the wire is circular فاحنا بناخذ ال area of the circle اللي هي باي ار سكوير، فالبسط بضل زي ما هو، ومن هذه العلاقه بنوجد ار. ار شو تساوي؟ رو ال على باي في ار تحت الجذر، ار كابيتال طبعا. فاحنا منا الدياميتر، المطلوب ايجاد الدياميتر، والدياميتر هو 2 في الراديوس. طبعا القانون اللي في الاريا هو الراديوس، فلما اوجد الراديوس من هذه العلاقه، العلاقه اللي بتربط ما بين ار كابيتال و رو ال اوفر ذا كروس سكشنال اريا، اوجدت ار سمول اللي هو الراديوس، بضربه في 2 بحصل على الدياميتر، فالدياميتر بيطلع 8.8 في 10 تو ماينس 4 متر. المطلوب الثاني، مطلوب ايجاد الابلايد فولتج تو ذس واير اللي تسبب في انه الكرنت دنسيتي تكون 100 امبير لكل سنتيمتر تربيع. ف اكوردنج تو اومز لو، في تساوي اي في ار، وسنس انه جي تساوي اي اوفر اي، اذا I اللي موجودة في قانون أوم هي عبارة عن J اللي هي given تعتبر معطاة في A. إذا عوضا عن I J في A، والR تكتب كما هي، عند تعويض الأرقام بيطلع عنا 1.5 تقريبا فولت. فيعني هذا مثال تطبيق مباشر على القوانين الأساسية اللي أخذناها في البداية، بالنسبة ل chapter electrical properties of materials. الآن هنا عندنا سؤال آخر أو مثال آخر، وهو المثال الأخير. Estimate the number of electrons promoted across the gap in silicon at room temperature. المطلوب منا نقدر عدد الإلكترونات التي ترتقي من خلال فجوة الطاقة في السيليكون، وهو مادة شبه موصلة، عند درجة حرارة الغرفة. And طبعا and estimate the number of electrons in the valence band. وأيضا مطلوب نوجد
أو نقدر عدد الإلكترونات في حزمة التكافؤ. هون في عنا بعض المعطيات المطلوبة وعادة تعطى في السؤال. إذن the following data are needed for the solution، وهي بتيجي على أساس إنها من المعطيات. طبعا لأنه هذا الكتاب، لأنه هذا السؤال من كتاب، فاضطريت إني أطلع هذه المعطيات كاملة، لكن في أسئلة الامتحانات طبعا هذه بتكون ضمن معطيات السؤال. فرو لهذه القطعة من السيليكون اللي هي الريزستيفيتي 3000 أوم متر، الميو إي الموبيليتي أوف إلكترونز 14% متر تربيع على فولت سكند، والموبيليتي للهولز 0.05 متر تربيع على فولت سكند. طبعا هون بنطرح سؤال، ليش بنحتاج الموبيليتي للإلكترونات وللهولز، بينما في المثال رقم واحد أخذنا الموبيليتي للإلكترونات. إحنا حكينا في المثال الأول، مثال متعلق بميتال، فالنوع التشارج كاريرز في الميتال هو الإلكترونات فقط، هي المسؤولة عن التوصيل الكهربائي. لكن في السيمي كوندكترز، وإحنا بنتحدث هنا عن سيليكون، المسؤول عن التوصيل two kinds of charge carriers، يعني في عنا نوعين من ناقلات الشحنة، النوع الأول هو الإلكترونز والنوع الثاني هو الهولز. لذلك من الضروري بمكان عند تقدير الموصلية أو المقاومية اللي هي الكوندكتيفيتي أو الريزستيفيتي، من الضروري بمكان أن نأخذ بعين الاعتبار الموبيليتي أوف إلكترونز أند الموبيليتي أوف هولز، علما بأنه السيليكون في هذا السؤال هو intrinsic. شو يعني intrinsic؟ يعني نقي، وكون كون المادة شبه الموصلة نقية، إذا ناقلات الشحنة عددها بكون متساوي. فعندنا نوعين من ناقلات الشحنة، الإلكترونات والفجوات، عددهم بكون متساوي، عدد الإلكترونات يساوي عدد الفجوات، لأن عدد الإلكترونات التي ترتقي من الفالنس باند إلى الكوندكشن باند تخلف وراءها نفس العدد من الفجوات في الفالنس باند. طيب، معلومات إضافية عن هذا السؤال، معطيات إضافية عن هذا السؤال، إنه الإنرجي باند جاب للسيليكون 1.1 إلكترون فولت، وراح نحتاج حاصل ضرب ثابت بولتزمان مع التمبريتشر مقدرة بالكيلفن، فهذا الحاصل يساوي 0.026 إلكترون فولت. طبعا احنا بنحكي روم تمبريتشر، يعني تقريبا 300 كيلفن، والبولتزمان كونستانت هي انا حاطه بأسفل السلايد 8.62 في 10 قوة ناقص 5 إلكترون فولت لكل كيلفن، فلما أضرب هذا الرقم بال 300 بحصل على هذا الرقم. أيضا مهم نعرف اليونت سيل لينث للسيليكون تساوي 45 في 10 قوة ناقص 10 متر، وعدد عدد الذرات في اليونت سيل للسيليكون 8. كيف شفنا العدد بالنسبة للنحاس في المثال الأول، هنا باليونت سيل الواحدة بالنسبة للسيليكون في هناك 8 ذرات، واللاتس باراميتر للسيليكون 5.43% انجستروم، او 45% في 10 قوة ناقص 10. كل هذه لغاية الآن احنا بنتحدث عن المعطيات. الآن نأتي للحل، او قبل ما نطلع للحل، المطلوب تقدير عدد الإلكترونات التي ترتقي من الفالنس باند إلى الكوندكشن باند عند درجة حرارة الغرفة، وعدد الإلكترونات في الفالنس باند. طبعا هون إحنا بدنا نوجد ثلاث أعداد الآن، أنا حكيت لكم مطلوب عددين، لكن إحنا فعليا رح نوجد ثلاث أعداد. ما هي هذه الأعداد؟ الآن خلينا نشوف هذا المشهد قبل ما نروح على الحل. في عنا الفالنس باند بالسيليكون،
وفي الكوندكشن باند، وهذا عند الزيرو كيلفن، عند الصفر المطلق. عند الصفر المطلق كل هذه الالكترونات تكون في الفالنس باند، ولا يوجد أي حركة لهذه الالكترونات من خلال across the energy band gap، وبالتالي ما في وصول للكوندكشن باند، وبالتالي ما في توصيل. عند الزيرو كيلفن ما في توصيل. طبعا الفيرمي ليفل هو الليفل اللي عنده ممكن يكون في عند درجات حرارة معينة ترتقي الإلكترونات وتوصل للكوندكشن باند. الآن عند 300 كيلفن، عند 300 كيلفن بعض الإلكترونات سترتقي من الفالنس باند إلى الكوندكشن باند، بعض الإلكترونات ستكون مؤهلة للإثارة أو للارتقاء، وفي عنا عدد من الإلكترونات المحتوى في الفالنس باند، في ثلاث أعداد: عدد the number of electrons promoted، و the number of electrons available for excitation، عدد الإلكترونات الذي عندهم استعداد للإثارة بحيث أنهم يرتقوا إلى الكوندكشن باند، وعدد الإلكترونات المحتوى في الفالنس باند. فبنحتاج العلاقتين هذول. العلاقة الأولى N تساوي N نوت على exponential of minus EG على 2 KT، أو ممكن يعني نكتبها، أنا هون كتبتها بطريقة أخرى، نكتب N نوت تساوي N في exponential of minus EG على 2 KT، وسيجما اللي هي 1 over rho، وتساوي N نوت في E. مرة بكتب Q مرة بكتب E في E، ما في مشكلة، لأنه Q هي بشكل عام الشحنة، و E هي مقدار شحنة الإلكترون، وميو E بلس ميو H. طبعا هون النوت في E عامل مشترك، لأنه عدد الإلكترونات يساوي عدد الفجوات. الآن ما هي N؟ N the number of electrons promoted across the gap، و N نوت the number of electrons available for excitation from the top of the valence band. شو الفرق بينهم؟ هذا عدد الإلكترونات التي ترتقي عبر فجوة الطاقة، وهذه عدد الإلكترونات التي لها استعداد للإثارة من أعلى من قمة الفالنس باند، طبعا باتجاه الكوندكشن باند. فمن المعادلة الثانية، من المعادلة الثانية واحد على رو، لأن رو هي الجيفن، تساوي النوت في 1.6 في 10 قوة ناقص 19 في مجموع الموبيليتي للإلكترونات والفجوات، ومنها بنطلع هذا العدد اللي هو النوت. ومن المعادلة رقم واحد بنطلع N، نرجع على المعادلة، لاحظوا من المعادلة واحد N تساوي N نوت في exponential of EG على 2 KT. لما أطلع هاي للبسط، بعد ما طلعت N نوت من رو، برجع للمعادلة واحد وبعيد كتابتها على هذا النحو، على هذا النحو. فلما طلعت المقام للبسط راحت الإشارة السالب، وهون أوجدت N تساوي N نوت في exponential of EG على 2 KT. لما أعوض بطلع هذه العلاقة. لاحظوا هون عندنا واحد في تقريبا 1 في 10 قوة 16، وهون عندنا 1.68 في 10 قوة 25. إيش هي ال 1 في 10 قوة 16؟ ال N نوت. إيش هي ال N نوت؟ the number of electrons available for excitation. إذن في عنا عدد من الإلكترونات عنده استعداد أنه يرتقي عند درجة حرارة 300، عنده استعداد، لكن
عدد الإلكترونات اللي فعليا ارتقى إلى الكوندكشن باند اللي هو N، قديش طلع معنا؟ 1.68 في 10^25 متر إلكترون في المتر المكعب الواحد. طب كم عدد الإلكترونات في 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 حزمة التكافؤ؟ كم عدد الإلكترونات في حزمة التكافؤ؟ هون بدنا نيجي نحل زي ما تعاملنا في السؤال في المثال الأول. اليونت سيل في السيليكون بيحتوي على 8 ذرات، هون بكون موزع 8 ذرات، والذرة الواحدة للسيليكون تحتوي على 4 إلكترونات تكافؤ. تتذكروا في البدايات حكينا عن السيليكون ينتمي إلى المجموعة الرابعة في الجدول الدوري. عند توزيع الإلكترونات في ذرة السيليكون يتبين لنا أن الغلاف الأخير فيه 4 إلكترونات تكافؤ. فكم عدد الإلكترونات المحتوى في اليونت سيل؟ عدد الإلكترونات المحتوى في اليونت سيل هو عدد الذرات المحتوى في اليونت سيل ضرب عدد إلكترونات التكافؤ تقسيم حجم اليونت سيل. عدد الذرات المحتوى في اليونت سيل وهو 8 ضرب عدد إلكترونات التكافؤ، لأن أنا ببحث عن عدد الإلكترونات، نضرب عدد الإلكترونات التكافؤ على حجم اليونت سيل، وأنا باخذ اللاتس باراميتر وبكعبه، فبيطلع 2^10^29، فصار في عندي 3 أرقام، هذا الرقم 2^10^29، وهذا الرقم 1.7 تقريبا في 10^25، وهذا الرقم 1.9% في 10^16. شو الفرق بينهم؟ هذا الرقم عبارة عن عدد الإلكترونات في حزمة التكافؤ، هذا الرقم عبارة عن عدد الإلكترونات التي ارتقت إلى حزمة التوصيل عند درجة حرارة 300، وهون عدد الإلكترونات المؤهلة للارتقاء إلى أو الإثارة من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل. أعتقد أنه هذا السلايد الأخير، نعم هذا هو السلايد الأخير، لذلك هنا بننهي. أتوقع من يعني من الضروري أنه نشوف كمان أثر الدوبينج على الخواص الكهربائية من خلال مثال، ونحتاج أيضا مثال آخر لهذه الحيثية إن شاء الله. هذا المثال إن شاء الله بنحله في المحاضرة القادمة. نترككم الآن في رعاية الله، أرجو منكم قراءة هذه الأمثلة وقراءة هذا الشابتر لأنه إحنا أنهينا، والتواصل من خلال الكلاس روم على أو على أي بوست من بوستات المحاضرات للسؤال عن حيثية معينة. يعني مثلا إذا صار في عنا أسئلة عن أمثلة اليوم فبنحط هذا السؤال على بوست اليوم. في عندي سؤال مثلا محاضرة رقم 21، بحط السؤال على المحاضرة رقم 21 وهكذا. شكرا لكم والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.